اسمي يحيى زكريري، دبلوماسي سابق. لكن يعني طبعا كنت متصور انه يعني مصر اتغيرت، مصر فيها ثوره ورجعنا والحمد لله بعد الظلم بتاع نظام مبارك و... ولكن يعني من ساعه ما جيت والحمد لله وانا يعني زينا كلنا بنشوف اللي بيحصل يوميا، سواء في ظل الحكم المجلس العسكري او في بعد كده في ظل حكم الاخوان. وطبعا احنا شفنا امس 25 يناير اجتماعهم مع عمر سليمان و و و وتقاسمهم التربه مع المجلس العسكري واعداد قانون الانتخابات الفاشل ومحاولتهم السيطره على مجلس الشعب ومجلس الشورى، ثم حاولت اعاده مجلس الشعب مره اخرى بعد ما فشل او اعلنت المحكمه الدستوريه عدم دستوريه القانون. وصلت هناك تقريبا حوالي الساعه 4 في محيط قصر التحريه داخل من الخليفه المامون، فوجئت بتغير المشهد تماما، وان الاخوان المسلمين سيطروا على كل حاجه في الشارع واقتلعوا الخيام وطردوا الثوار او المدنيين اللي كانوا موجودين، والشارع يفيض بالاخوان والسلفيين وحلفائهم، حوالي 4000 او 5000 على اقل تقدير يعني. اشتباك بقى، الاخوان طبعا وقفوا لهم وهاجموهم، وبدا الاشتباك بالطوب، وبدا الاشتباك احيانا بالمولوتوف، وإلى حد كده يعني عادي بالنسبة لي يعني، شفت قبل كده الكلام ده ومش جديد يعني. إنما في حوالي الساعة 7 وأنا فاكر إنه العشاء كان بتأذن ساعتها، فوجئنا بإطلاق غاز مثير للدموع كثيف جدا من قبل الإخوان علينا إحنا. طيب جابوا الغاز منين؟ سؤال يحتاج السيد الرئيس يرد عليه وأجهزة الأمن في البلد إذا كان في يعني. فالمهم وانا في الطريق بعد يعني كام متر كده لقيت واحد بينط عليا من ورايا وبيحضني وعايز يوقعني يعني. فانا شلته يعني، قاومته عفوا، قاومته شلته رميته من عليا، لقيت عشرات ركبوا على ظهري وبيوقعوني ارضا، ووقعت هناك وبداوا بقى في سحلي وجري وضربي بكافه انواع الضرب في كل مناطق جسمي لمسافة حوالي 50 أو 100 متر إلى قصر الرئاسة، إلى بوابة قصر الرئاسة اللي هي أمام مسجد عمر بن عبد العزيز. طبعًا أنا جالي نوع زي من إيه، كنت أنا أفقد الوعي يعني من كتر الضرب في العين وفي الراس وفي المخ بمنتهى الشراسة، بالجزم طلعوا فوق راسنا، حطوا راسنا على الأرض وطلعوا فوقيها بالجزم، وقفوا طلعوا فوق صدري برضه نايمين في الأرض وبينطوا علينا فوق الصدر كده عايزين يعني يكسرونا. سمعت صوت سيارة إسعاف وشفت سيارة إسعاف جاية أو سيارة أو أكتر جنبي يعني بتمر بالصدفة أو حد استدعاها، فوجئت بإن هما يرفضوا إن إحنا نطلع يحطونا في سيارة الإسعاف يعالجونا، رفضوا إن المسعف ينزل من سيارة الإسعاف يعالجنا، رفضوا إن هما يقولونا المستشفى حتى مع حراسة منهم اتنين تلاتة يركبوا معانا، رفضوا، منعوا أهالينا أصدقائنا وسائل الإعلام تيجي تصور، خدوا بطاينا كلنا صورونا بالفيديو بالكاميرات وكل حاجه عشان قالوا لنا يعني هنتابعكم وهنجيبكم، ورمونا قصاد بوابه قصر الرئاسه امام مسجد عمر بن عبد العزيز، وتركونا هناك طول الليل ننزف، وكل شويه بقى كل دقيقه ولا كل خمس دقائق يجيبوا واحد جنبينا وراح رامينه، واحد جنبينا وراح رامينه، لحد ما صرنا يعني تاني يوم الصبح 49 واحد. كلنا مصابون باصابات جسيمه، كان معانا طفل 14 سنه مطعون بطعنه مطوه في بطنه، 14 سنه طفل 14 سنه. كان في ناس واخده مطاوي في رجليها بطول رجليها، كله بينزل بقى يعني. على الفجر جه طبيب من الاخوان المسلمين، طبيب شاب، وقال لهم كده تحديدا ونصا، قال لهم لا شرع ولا دين يرضى باللي بيحصل دوت، دول بينزفوا بغزارة وحالتهم خطيرة ويجب نقلهم للمستشفيات فورا، ولكنهم ولا سألوا فيه ولا يعني اعتبروا لكلامه. إن كان كل من يعذبوننا من قادة التعذيب في اللحظة دي أمام قصر الاتحادية من الإخوان المسلمين، كانوا يدخلون قصر الرئاسة ويخرجون من البوابة كما يحلو لهم، كما لو كان بيت أمهم. وكانوا بيدوا تعليمات للشرطة، وصلت بقى يعني تشكيل صغير من الشرطة كده كان بيحاوطنا، هروات في ايديهم هروات بس ما بياخدوهمش أسلحة، وكانوا بياخدوا تعليمات من الإخوان المسلمين، يقول له كتف الواد ده كده، لف الواد ده كده، اوعى الواد ده يتكلم، وده يقول له اقعد يلا، وهكذا. بلطجة كاملة وشاملة، وللأسف الشرطة أو تشكيل الأمن المركزي اللي كان موجود دوت مع ضباط صغيرين في الرتبة كانوا بياخدوا أوامر أو بياخدوا تعليمات من الإخوان المسلمين اللي بيعذبوهم.